احنا وقفنا المره اللي فاتت على ركز معايا بقى علشان ايه. المره اللي فاتت احنا وقفنا على النوع الثالث من اللودز اللي احنا خدناها في الحوالي الخاصه بيه ار كنترول تمام ال احنا قلنا ده نص كوما لود هو السبب الإشارة لأنه هو بيمثل أهم ركة الأمبيتيشن هي الريكتفاير من عندي الريكتفاير بيستخدم في إيه؟ في البتري تشارجنج والموتور كنترول. فأنا معايا في البتري بنمثلها بالإي دي إكسترنال ريزيستنس ممكن أحطها كونفرتر كبلد إليمنت تمام. والمثال التاني اللي هو دي سي موتور كنترول فبمثل ده الأرميشر بلاي إي ماس تمام في المرحله بتاعه الموتور هو ده اكثر لود شائع والمفضل ان انت تبقى مهتم بيه علشان تعرف البرفورمانس بتاع الداتا بتاعتك مناسبه ليه ولا لا. ايه التفاصيل بتاعتك تمام. بيتكلم المره اللي فاتت قلنا ان لو بنفس قرارات تغيير اللي احنا مشينا بيها نقول للدوائر انا افضل هي نورمال اوف فيبقى الضغط بتاعي هو من سبب عشان اعرف الضغط ده يشتغل ايه محتاج اعرف انت ليه عندكم انا اقرب ليه جسم فبعمل الفيري للريفرنس عندي دايما وبقسمه ليها كارنت من المنظر
ايه الاي تولا والاي تولا هيتضاف عليه على الترمين دول الاي بلس. بس انا عارف انها في لحظه البدايه اللي هي عند الدلتا الكلام بيساوي صفر. فالكلام هنا بيساوي صفر. الاي ستيل ستيل 1 بيساوي ايه؟ قيمه نيجاتيف. الاي ستيل ستيل 2 بيساوي هو كمان قيمه نيجاتيف. يبقى الاي بلس لازم يكون مجموعة ثلاثة مع بعض بيساوي صفر على النقطة. يبقى كده دي النقطة. اوكي تلاحظ هنا ان انا نزلت الكارنت قبل باي زائد فاي. ليه؟ لان انا عندي كان بمجرد بس الستيب ستيت والترانزيان كانوا كافيين ان هم يخلوا لي الكرنت ينزل عند باي زائد باي او بعدها اكبر من عن صفر. لكن في تيرم تاني نيجاتيف فبيخلي الستيب ستيت كرنت او التوتال كرنت اسف ينزل عند زاويه اقل من باي زائد باي. ففي الدوائر اللي فيها ال اي غالبا بتنزل قبل باي زائد باي او طبعا على حق يعني بتبقى بتعتمد على قيمه الاي اي قد ايه. نعم فين اللي بيسأل؟ المفروض ايه؟ قبل الباي. لا مش شرط قبل الباي. هي في كذا فاكتور عندي قيمه الار بتعتمد بتاثر قيمه ال قيمه الاي. افترض ان الاي كانت صغيره قوي بحيث ان الدلتا دي تقريبا بتساوي صفر هتبقى تقريبا باي زائد فاي. اوكي لو الاي كبيره لو الترانزيت كومبوننت ده ال كبيره قوي فهيبقى ليه تاثير يبقى كانه مش بيحصل له مش هشوفه كانه اكسبوننشال هشوفه كانه تيرم كونستانت. يعني انا لو عندي ال و اي زي ما انت ما شفتها في المساله بتاعت الشيب اكيد انت خدت السكر خدت الشيب ده المساله ديت. المساله ديت في بعض الحالات كنت بتقول ال و اي كانت الكرنت اللي نتيجه ال كان بيبقى شكله عامل ازاي؟ ها؟ الكرنت اللي ماشي في ال بيبقى شكله عامل ازاي؟ بيعتمد على قيمه ال وقيمه الاي. كنت في البدايه لو انتوا فاكرين كانت في اول كيس خالص ان الاي بتساوي صفر كان الكرنت زيرو ب 2 باي صح؟ صح؟ لما الاي كبرت بقت بعد الدلتا بقت ليها قيمه والكات اوف انجل صغرت وهكذا. كل لما الاي ده هنا مفيش ار خالص كل لما الاي بتزيد بتقلل لك الكوندكشن بيريود بتاعك وده طبيعي. اوكي وخلاص قلنا بقى ان انا وانس ان انا جبت البيتا والبيتا طبعا بحسبها اناليتيكال مش مجرد الرسم عشان اتوقعها بس احنا بنقول كانشال جيس بالنسبه لي اقدر احسبها ازاي. فانت هتعوض في معادله الكرنت والاي اوت عند البيتا بتساوي صفر وتجيب منها قيمه البيتا بتاعك. وانس ان انت جبت البيتا زي ما قلنا هي الداله تعتبر بالنسبه لك كاناليسيس انت الباقي كله ريفلكتد على الكرنت ويف فورم. فانا عندي لو انا حبيت ارسم في اوت في اوت شكله هيبقى عامل ازاي؟ الفي اوت هيبقى عندي فتره من الدلتا لغايه البيتا من الدلتا للبيتا اللي هي طالب فيها اوت الفي اوت بتساوي دي اس بقيه السايكل اللي هي اول لو الكرنت بيساوي صفر هيبقى اللي اول بتساوي طيب ده بالنسبه للفي اوت. وكذلك لو حبيت ارسم الفي اوت وكسر هيبقى نفس الكلام من دلتا لتيتا الفي اوت وكسر يعني الدايت شورت سيركت هتبقى بتساوي صفر زي ما انت شايف كده. وبقيه السايكل هتبقى في اوت وكسر بتساوي في اس اللي هي الفي اوت سالب البي يعني كاني عملت شيفتنج للبي اس المقدار البي فيبقى البيك انفرس فولتج بتاعي بيساوي نزل 2 بي اس زائد بي. تمام ده الكلام اللي احنا ايه من المره اللي فاتت. ولو انا حسبت الفي دي بتساوي ايه بقى؟ لو جيت احسب الفي دي وبقيه البارامتر اناليسيس بقى اللي انا اتفقنا عليها الفي افريج تبقى 1 على 2 باي تكامل. انا عندي جزئين من التكامل الجزء الاولاني تمام
الجزء الاولاني اللي هو مثلا هنختار اللي هو في اس اوف ثيتا يبقى حدود التكامل من ايه لفين؟ من دلتا لبي. الجزء الثاني اللي هو اي هتبقى حدود التكامل من تمام لمين؟ ليه باي زائد في اي او في ايه ممكن يعرفها ايه بقى 2 باي بقى زائد اوكي تمام. طيب حد عنده اي سؤال لغايه هنا؟ دايره زي دي
او بادئ من صفر ونزل لصفر، لما يجي السايكل اللي بعدها يبتدي من ايه؟ من صفر. وايا كان سيبك ان هو دايت، ايا كان هيبتدي من قيمه معينه ويكمل ما دام بريوديكال، ما دام بتتكرر. انا بتكلم على بريوديكال ووصل لدايره ايه؟ ثابته، دايره ستيبل. لو دايره مش ثابته ايه اللي هيحصل؟ هيتنيه يزيد. وده فعلا اللي بيحصل في حاله الدي سي، ان الكارنت بيبقى رم ساعتها ايه؟ هيبقى شورت سيرك، والبيبقى خلاص شورت سيرك الكارنت بيبقى ليميتد بقى بالريزستنس اللي في الدايره. وساعتها ما يبقى شورت سيرك الفولتج عليها هيبقى ايه؟ بصفر. يا اما الدايره هتبقى ديد كارنت بيقل، يعني القيمه اللي هينتهي بيها اقل من القيمه اللي بتبتدي بيها، فينتهي اقل والسايكل بعدها يقل لان نفس التكرار هيتنيه يقل لغايه لما الدايره تفصل خالص. فالحالتين دول هنعتبرهم ان الدايره مش ستيبل. فلو الدايره ستيبل اكيد يبقى القيمه اللي بتبتدي عندها بينتهي عندها، صح؟ يبقى هنا ايا كان قيمه الانتجريشن ده هيبقى ايه؟ الاي. يبقى الاي انيشيال الفاينل، صح؟ الانتجريشن ده هيبقى ار. اي انيشيال سالب ار فاينل هتبقى بايه؟ بزيرو. يبقى الافريج فولتج على الكويل بيساوي صفر. كذلك لو انت طبقت نفس الكلام على الكباسور زي ما قلنا، هتبقى الافريج كارنت بتاعه بيساوي صفر. مين؟ لا الكارنت ليه افريج، بس انا ما قلتش ان الكارنت الافريج بتاعه بصفر. انا بتكلم على الافريج فولتج على الكويل، اي كويل الافريج فولتج عليه بيساوي صفر. ارسم هنا، جربها هنا في الدائره دي، جربها وارسم الفولتج على الكويل، شوف الافريج بتاعه هيطلع لك صفر ولا لا. لو ما طلعلكش صفر يبقى انت عملته غلط. نعم علي صوتك بس. مين؟ بس طبعا يعني وانت بترسم، يعني انت لو هدفك ترسم بدقه، انا مش الهدف بالنسبه لي ان انت ترسمها بدقه قوي، هتختار كام نقطه وتشوف ازاي، بس لازم دايما في ال لازم يبقى فيها جزء وسط بس. لكن انا في الاخر ولا هدف الاخر
قريبه قوي من الحقيقه. دوس كيب لا مش هقدر ارسمها دوس كيب بايدي ولا اكون احاسب بقى بالظبط واقعد احسب القصه ديت هو جاي بس مش عارف احسب بس لا لا ده كلام يعني كلام ايه بضيع وقت وخلاص كلام في الاخر اي ام بي لو انا شغلت الدايره ديت وشفت الوفور دي على الخوف اعرف ان انا اتقسم ولا لا ولا الدايره شغاله نعم في ايه فين دي ايه او دي ثاني فين فين ديت مال لا هو ده انا كنت بقول لزميلك انا كنت بقول ايه المحاضره اللي فاتت عشان تعرف انا بقول يعني دي انا كنت بقول على زميلك هو بيقول لي انا بقول اي دي سكيل في الار فما اقول له انا قلت المره اللي فاتت اي دي في ار بس ليه؟ فين اللي طيرناه؟ دلوقتي هيبقى ايه؟ هيدي ايه في الزاوية دي؟ بس ايه بقى؟ فين الزاوية دي؟ الزاوية ايه؟ ايه الواي زائد بيتا سالب دي؟ فين الزاوية بقى؟ نازل مش فاهم السؤال يعني حتى من الزاوية ما قريتش نعم؟ ليه القيمة ضربتش الزاوية؟ ليه القيمة ضربتش الزاوية؟ هو فين الكرة؟ لا 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 خصوه ايه انت في ثانيه واحده طيب ما تفصله انت توصلها احسن لا عاد كده توصلها لو ما عرفتش هات لي اللي انت حاولت فيه وانا اقول لك الغلط فين يا باش مهندس ثانية واحدة الاكسبريشن ده ليس كتين يا اما انت هتكلم هو فين هو انت كاملت دي فين دي ليه على خطة دي الترم ده مش فيه تكامل التكامل دوت فيه ترمات زي ديت والترمات ديت هي اللي هتشيل بقى الزاوية اللي تعبان هنا هتكملها للتين بوي تبقى تين بوي على تين بوي لو انت كاملتها هتطبع كده هي دي طريقة لو انت عملت انتجريشن للترم ده وضربته في الار وكملته على دوت هيطلع لك المنظر يطلع لك الاي واحده واحنا بنخلي كده على طول اكتب على طول ولا اقعد اقول لك استنتج الكلام دوت ليه هنشوفها بعد كده يعني هتبقى من اللي في ال طيب عايزين نحسب الصوت بقى يا باشمهندسين احنا عندنا عايزين نحسب الار ال اي اوتبوت باور المفروض ان انتوا تعرفوا تحسبوها بقى الاوتبوت باور في حاله الار ال اي بتساوي ها سيري بي اوت تمام خدت الكلام دوت في السكشن تمام اوكي عارفين ليه بعدين نقول على السكشن بي اوت نعم وي بي اوت ماشي فده لو انت جبت الافرج باور صوت صوت بس عشان لو انت جبت الافرج باور اللي هي الافرج انستنتينيوس باور اللي هي واحده على 2 باي كام في اول في اي اول في
كميه الاكسبريشن ده هيطلع لك دوت في الاخر اكيد وصلتها. لو انت جبتها بالفيزيكال مين من الدايره تمام، الباور ديسيبيتد في المود عندي، المود عندي عباره عن تمام ثلاث ارمات الار والال والدي. ال ال ما فيهاش باور مش باور، الار اي ار في الدنيا يعني تساوي الار او الاي ار بي اس السكوير اللي ماشي فيها في الريزيستنس، واي مكنه في الدنيا الافرج الباور اللي مسوقه فيها بتساوي الاي افرج قيمه الفولت بتاعها تمام. لان انت لو حددت الكرنت زي ما انت عارف الكرنت اللي ماشي هنا لما هو عامل الدي سي كومبوننت الدي سي كومبوننت الدي سي كومبوننت بتعمل ايه في البطاريه؟ اي اي سي كومبوننت لو اي سي كرنت ماشي في البطاريه هيعمل فيها ايه؟ مش هيعمل حاجه، مش هنا ويفرق، مش هنا في افصلي ويفرقنا في افصلي ايا كان الفريكونسي بتاعه. فالافكتف كرنت في اي كرنت ماشي في البطاري هو الافرج كرنت بس. تمام؟ عايزك انت بقى تجرب مع نفسك كده. لو انا عندي الدايره بتاعتي سنجل فيز هاف ويف انكنترولد ريكتفاير هيشتغل على بيور اندكتيف لود اللي بس انت اوريدي عملتها. نعم؟ ده كان سؤالك؟ لما انتوا عملتوها انتوا مش خدتوا الشيء؟ لا بليز. طيب ما يبقى ال في ال ساعتها هي مين؟ فالرسم ازاي؟ الحالة اللي زي دي اللي انت خدتها في مسألة رقم ثلاثة في الشيء اللي هي حالة ان البتري بتساوي صفر. ما هي دي ال في ال هي نفسها في اس يبقى الافرج بتاعها بتساوي ايه؟ طب في ال بتساوي في اس ايه مشكلتها؟ في ال بتساوي في اس ايه ايه المشكله بقى في في ال بتساوي في اس مش هي بتساويها؟ ارسمها اصل صعب الدنيا على نفسك ليه؟ يعني انا عندي ال ام بس هو اللود وبيساوي في اس اقول انا اروح اجيب الكرم وافضله علشان ارسم الرسمه مش ده التسلسل الطبيعي يعني. طيب الجزء الثاني بقى مننا صوت بقى علشان ايه الجزء ده يعتبر ضغط تقريبا في المعمل ويس سكشن اللي هو سنجل فيز اوف ويف كنترول ريكتفاير. كل الدوائر اللي احنا خدناها ديت احنا اتكلمنا على ان كنترول. طيب لو انا دخلت كنترولينج ديفايس في الدايره بتاعتي ايه كنترولينج ديفايس او السويتش اللي انا اتعرفت عليه في المنهج بتاعنا الكورس دوت السيرستور. السيرستور زي ما قلنا هو عباره عن كنترول سيليكون كنترول ريكتفاير هو كنترول ديفايس كانه دايل من سيريز معاه سويتش. فبيحتاج علشان يشتغل حاجتين ان دي ان تكون اكبر من دي كاسود فنفس خطوات التفكير اللي انا فكرت فيها في الدايل افكر فيها نفس الكلام هنا. يبقى اول خطوه لازم اشوف السيرستور ده نورمالي اوف اشوف امتى في انا تكون اكبر من دي كاسود، والخطوه الثانيه اشوف امتى الفايرنج بولس او درايفنج سيجنال بتاعته بتيجي عشان يبتدي يشتغل. وانس ان هو اشتغل انت ليه شغال لغايه لما الكرنت ينزل عن الهولدنج ايه؟ الكرنت بتاعه. تمام كل الكلام دوت احنا ايه؟ تعرفنا عليه اوريدي في المعمل. يبقى عندي دايره بالمنظر دوت اللي هي دايره الهاف ويف كنترول ريكتفاير عن طريق سيرستور. تمام لو انا عندي ريزيستيف لود كل الفرق اللي ما بينه وما بين السيرستور هي لحظه البدايه بتاعت الديفايس بتاعي مستقل بانجل اللي انا بدور عليها عندي. فبعد ما كانت في الدايل هي الصفر تبقى هنا الزاويه بتاعتي اللي احنا هنتفق ان احنا هنسميها عشان نوحدها على طول الفايرنج انجل او الالفا. تمام ويبتدي يشتغل الكرنت من اللحظه دي. الخطوه الثانيه عندي في الاناليسيس ان انا اعرف الويف فورم بتاع الكرنت او الكرنت هيوصل امتى. اعرف الويف فورم ازاي؟ هنا ريزيستيف لود هو الاي بيساوي بي اس على واي هو نفس الويف فورم بتاعت الالفا كنترول يعني هيوصل في نفس اللحظه
اللي فصل فيها الانكنترولد ريكتفاير وهكذا. تمام؟ فبنفس الكلام دوت اقدر احسب بقى الافريج فاليو بتاعي ان انا عندي هتبقى ال في افريج بتساوي 1 على 2 باي تكامل الاستارتنج انجل بتاعك هتبقى بدل الزيرو كنت بكامل من زيرو باي تبقى هنا من الفا لايه؟ لباي فيطلع لك جذر 2 في اس على 2 باي 1 زائد كوزين الفا لو حسبت في اوت ار ام اس هيطلع لك بالاكسبريشن دوت وهكذا. طب لو انا عندي بقى كنترول ريكتفاير اوف ويف ريكتفاير ويز ار ال لود ايه الاختلاف؟ برضو نفس الكلام الستارتنج انجل بتاعتي هي الستارتنج انجل بتاعتي هي الالفا الستارتنج انجل بتاعتي هي الالفا فهيبتدي السلسل اللي يشتغل من عند زاويه الالفا هيوصل جدا ان انا احتاج اتقفل الاكسبريشن بتاعي لا الاكسبريشن بتاعي فعلا بيختلف في حاجه لا اي سي ستيت اي سي ستيت بيساوي جذر 2 دي اس او مين اسمه على زد ساين سيتا ماينس 4 زائد الاي كونسنت اللي هو ايه؟ هي ايه؟ هي اسمها سيتا تان 4 الانيشال كونديشن هنا تبقى ايه بقى؟ هنا ده كل اللي لازم يحط على الانيشال كونديشن بتاعه ان الاي الفا كام؟ بزيرو وساعتها اقدر اجيب الاي الفا بتاعتي تساوي زيرو واجيب الكونسنت بتاعي كبوستر او قلت لك انا ما يهمنيش ان انا اعرفه كسبريشن ايه بالظبط المهم ان انا اعرف الكونسبت بتاعي. تمام يبقى كده دلتا دي الكلام ده اكسبريشن بتاعي هيبقى جذر 2 دي اس على 6 ساين سيتا ماينس 4 سالب ساين الفا سالب 4 في اس ماينس سيتا الفا ماينس سيتا وكان 4 اوكي ده شغال من اول الفا لغايه بي بيتا احسبها ازاي برضو بي بنفس المبدا ان الاي في بيتا بتساوي صفر واقدر اعوض المعادلة واشوف كم الانجل بتاعته تبقى ما تبقاش الانجل بتاعته بيتا سالب الفا. اوكي؟ طيب السؤال بقى الفا في ار ايه كنترول في الكفايه؟ هي بيتا اكبر ولا اقل من اللي هو زائد صفر؟ في دايره الكنترول اوف ويف وصار انجل بتاعته تبقى اكبر ولا اقل من الباي زائد 4 اكبر ولا اقل نعم يعني دي اكبر يعني لو انا ابتديت هل الدايره بتفرق عندي في الخط الثاني الصوت الاجي بتاعي الصوت الاجي تفرق اه طبعا بتفرق وان كل ما الستارتنج انجل بصفه عامه الستارتنج انجل تتاخر ايه اللي هيحصل؟ الميجر سبيرز دي هتقل هياخد وقت اقل عشان يفصل تمام؟ فكروا فيها يعني بس الاجابه بتاعتها ان هي ممكن تدفع كده يعني فين الانجل هنا في كونداكشن انجل لو بيريد بتبقى طايره يعني هي نفس الفرق يعني الفرق ما بين سيتا وايه الجيو خلاص تمام والافرج فولتج تقدر تحسب الافرج فولتج وايه الافرج كارنت هي ايه الافضل مثلا ايه فين الفا ناقص فاي اللي هي ساين الفا سالب فاي دي ده اللي هو كونستانت ايه الكونستانت ايه بعد ما حسبت الترانزيانت تيرم ترانزيانت تيرم مش ايه ايه اس ماينس سيتا كوزان فاي هو طلع لي ده ترانزيانت انا حسبته للاخر بس ما هو الترم دوت هيطلع لك فيه ترانزيانت كومبوننت برضه نعم ايوه
باشمهندس ما طلعلكش الايه كونستنت، انا كده طلعت لك من غير اي حاجه صح، من غير اي ايه ما ظهرتش. باشمهندس في السكشن حسبها لك كرقم بس هي نفسها، هي نفسها. عايز تسيبها، انا شايف الاسهل طبعا ان انت تسيبها، انا بس كاتبها لك كده عشان تبان لك صورتها النهائيه. طيب الترانسفورمر ايه؟ الترانسفورمر ايه؟ نقطه مهمه بس بالنسبه لنا سريعه كده. الترانسفورمر ايه؟ كده كده طبعا احنا لازم الترانسفورمر التفصيليه، بس المعلومه بس اللي عايزين نضيفها عندنا. طيب انا هنا لو ضيق زاويه سواء الانتروب او الانتروب حصل لي سماش بايه؟ الكوايت بتاع الجروب والسبلاي موجود عندي. طيب السبلاي بتاعي عالي، انا عندي 22 فولت سبلاي، وانا عايز زي ده الافرج فولت بتاعها عاوز مثلا 10 20 فولت. طيب انا محتاج ايه؟ ستيب داون ترانسفورمر يقلل الاي سي سايد، يقلل الاي سي سبلاي للفولتج رينج اللي انا محتاجه. اوكي؟ وهكذا ممكن يكون العكس، ممكن يكون عندي سبلاي فولتج اقل من عايز محتاج ستيب اب ترانسفورمر. فانا يهمني هنا ما دام في كومبوننت زايده عندي في الدايره بتاعتي يهمني اوصف الترانسفورمر ده. طيب هوصف الترانسفورمر دوت ازاي؟ افترض انا دايره عندي بالمنظر ده، انا حسبت الفي اس، يعني افترض دايره زي اللي هي دايره الارم كور والريزستيف كور. الفي الفي دي كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي مثلا ايه؟ دي اس على او الارم كور ارم كور ريكتفاير والريزستيف كور. فهقول في دايره زي دي نفترض انا عايز الفوق اللي انا عايزه اقدر احسبها دي الفي اس. فانا عرفت كده الصبار بتاعي الاي سي سايد، الاي سي سايد في الدايره محتاج فولتج قد ايه؟ الاقل من قد ايه؟ افترض بقى فولتج تاني، يبقى انا هحتاج ترانسفورمر ترانسفورميشن ريشيو بتاعه هيبقى الفولتج الافيلبل على الفولتج اللي انا ايه محتاجه. دي هتبقى ترانسفورمر. يبقى طيب ايه يعني اللي بيوصف فيه الترانسفورمر؟ الترانسفورمر طبعا ليه سبيسيفيكيشن كتير، بس اهم توصيف فيه ايه؟ الفولت. تمام؟ او الفولت والترانسفورميشن ريشيو يعني ما بيجيش عن بعض، يعني الترانسفورمر التيرمينز ريشيو بتاعته تبقى 2 ل1، فاهم؟ الترانسفورمر كان 2 ل1 مختلفين عن بعض. دايما الناس دي الافضل او الاكثر سبيشن بتاعته ده بتوصل في الفولت، يعني تقول مثلا 440 على 220 ما تقولش 2 ل1، 2 ل1 تيرمينز ريشيو، لكن الافضل دايما الترانسفورمر بيتوصل 22 دي. تمام؟ مثلا لو ميديان فولتج على 380 على 400 بيتوصف كده، وهي الانديكيشن ايه الترمز ريشيو بتاعها. طيب ايه التوصيف الثاني للترانسفورمر؟ الايه؟ تمام، الرينج بتاعه او الباور بتاعه الاس بتاعه. فانا يهمني الرينج ديت، او لو انا وصلت الكلام بتاعه طبعا هتقدر تقول لي ادارة الكلام. طيب لو انا حبيت ترانسفورمر هنا بقى في الدايره بتاعتي، هل البرفورمانس بتاعه او الديزاين بتاعه هيختلف؟ اه بيختلف. ليه؟ لو انت هتفتكر ان انا عندي ترانسفورمر القوانين اللي بتحكمه هي قوانين قانون فاراداي القانون بتاع الفيلم، صح؟ ان انا عندي لو في كارنت ماشي في ملف معين وبعد الفيلم اللي هي قلنا ان انا عندي اتجاه الكارنت اتجاه معين على صوابع كده هيبقى اتجاه الشمس اللي هو صابع الكارنت. هيبقى عندي لو انا مشيت كارنت بالمنظر دوت على كويل هيطلع لي فلوكس الفلكس دوت هيحصل لينكج ما بينه وما بين اي حاجه ثانيه. لو الفلكس ده اثر على كويل ثاني، افترض ان انا عندي كويل ثاني، الفلكس دوت هيولد لي فولتج على الكويل ده بعكس الفلكس ده. الفولتج ده اللي هو على حسب قانون فاراداي اللي هو سالب ان دي فاي باي دي تي، وبالتالي هيمشي كارنت عندي كان بيمثل الكويل دوت ايه؟ يبقى الفي بيساوي ان دي اي باي دي تي، يعني في علاقه ما ما بين الكارنت اللي ماشي والفلكس اللي بيحصل له لينكج ما بين كوبايز وبعض. الكلام دوت قال ايه؟ انتوا عارفين. طيب لو عندي ترانسفورمر في حاله النورد اوبريشن، ايه اللي بيحصل فيه؟ ترانسفورمر في حاله النورد اوبريشن بابلاي فولتج السكند اوبن، يعني بابلاي فولتج قيمه معينه، وطبعا طريقه اللف او اتجاه اللف بيحدد البولاريتي بتاعت الفولتج انديوز. دي كلام ايه؟ برضه معروف. فانا هيحصل ايه؟ هيحصل لي نورد كارت في البرايمري سايد. البرايمري سايد بيسحب النورو كلام، النورو كلام دوت هيسبب فلكس في الكور بتاعي، فلكس لينكج دوت هيحصل لينكج ما بينه وما بين البرايمري والسكندري، فالفلكس ده بقى يعدي على الكويل السكندري سايد هيولد لي
فولتج الفولتج دوت هيساوي برضه بيساوي سالب ال ام دو دي فاي باي تي ولا علاقه ما بين دي 1 ودي 2 ايه؟ ان 1 على ال ام تمام؟ ده كلام مفيش مشكله. طيب ده انا عندي بقى حاله لودنج ترانسفورمر بلينير فولت ايه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجتين. اول حاجه انا هيكونت الفولتج عن طريق ايه؟ النور الكلام اللي انت بتسميه اي هيكونت الفولتج في 2 على اللود بتاعي. اللود بتاعي يحصل فيه ايه؟ يسحب كارنت. الكارنت اللي هو اي دي دوت بيشيل ملف هيتسبب بفلكس يمشي في الكور بتاعي. الفلكس دوت هيأثر على ايه؟ هيأثر على في كل الاولاني هيحصل له ايه؟ هيحصل له ريفليكشن ولازم يكون الفلكس دوت طيب بالي ليه؟ عشان يتأثر لي الفولتج الانديوز فولتج اللي هيطلع وبالتالي يسبب لي كارنت. اوكي؟ فيبقى هنا الفلكس اي دي لما يمشي هيسبب لي فلكس، الفلكس دوت مرتبط بايه؟ زي ما هنجيب من شويه بقاعده، فاهم ايه؟ الفلكس دوت بيرتبط كانه بيساوي كونستانت في الار، يعني لو الكارت ده تي سي نفترض ان انا عملت انجكشن لكارت تي سي في السكند سايكل، الكارت ده هيحصل له ريفليكشن للاس سايكل؟ لا، لانه هيسبب ايه؟ هيسبب فلكس، بس الفلكس ده مش هيحصل له اي ريفليكشن الفولت لان هيبقى ان دي فاي باي تي بتساوي صفر. فالانديوز فولتج اللي بيسبب لي كلام في البرايمري سايد بيساوي صفر. يبقى الترم ده مش موجود عندي او الافكت ده مش موجود عندي. يبقى الاي 1 العلاقه ما بين اي 2 هي العلاقه اللي هي مقلوبه في الترانزيشن في حاله الباور بالانس ان انا عندي لينيا لود. لينيا لود معناها ايه؟ ان الكلام اللي ماشي في لود هو لينيا كلام بيسبب لي بدون اي سي كلام. فاي سي كونجورنت بس او تايم فاريانت كونجورنت بس فبالتالي يطلع لي تايم فاريانت فلكس فبالتالي يطلع لي كارنت بنخش عندي القصه دي. فحاجه بقى نون لينير لود او ان انا عندي اللود بتاعي بيسحب كونجورنت من الكارنت فيها اي سي كونجورنت اي سي كونجورنت زي حتى الانتقال بتاعي صح؟ فيبقى عندي هنا اي من شكل الفلكس بقى دي سي اس هتبقى العلاقه بين الجروب دي 1 و دي 2 هي المعلقه بالفلوس ده صح؟ الفلوس ده في جزء تايم فاليو وجزء نون تايم فاليو يبقى دي 1 على دي 2 هما الاثنين العلاقه بينهم اللي هتبقى على دي 4 و دي 2 يبقى في 1 على دي 2 ليها علاقه بالجروب 9 كام شكل ده؟ لا لكن العلاقه بين البرايمري كارت والسكندري كارت اللي هي مقلوبه الترانزيشن هي معتمده على دي على الاي سي كومبوننت بس للسكندري كارت تمام. يبقى الاي برايم على اي سكند اي سي هو بيساوي مقلوب الترفيس ريش. طيب لو انا بقى حبيت اوصف واضحه فين المسألة؟ مش شايفين خالص؟ ماشي هي بس علشان النور هنا مش مشكله اكتبها بقى علشان اعتمد انك كده. طيب الكلام ده بقى صوت معايا يبقى هنا الترانسفورمر تمام زي ما قلنا الدي سي كونجورنت في السنه اللي كان مش هيحصل في البرايمري سايد فيبقى فولت امبير للسنه اللي بتساوي ايه؟ اي فولت امبير لاي بوي او اي كونجورنت بتساوي الفولت في الكلام فاه اس فاليو ده تعريف تاني يبقى في اس باي اس وفي برايمري بتساوي في برايمري في اي برايمري. لو انت شوف المعادلتين دول هل الاثنين دول بيساووا بعض؟ لا لان انا عندي ان في برايمر هتساوي في اس ان 1 على ان 2 لكن الاي برايمر بيساوي اي اس اي سي لان 2 على ان 1 يبقى هنا في برايمر اقل ولا اكبر من اي سكند هتديله فوق ان البرايمر اقل ولا اصغر؟ نكتب عشان الناس بس ايه؟ متابعه. اقل طبعا شيء اقل شيء
الزون او الاس فور، عشان كده السكندري الريتنج بتاعه اكبر من البرايمري. يبقى ما ينفعش اوصف الترانسفورمر كده، دايما كنت بوصفه بقول الفولت امبير بتاعه البرايمري زي السكندري، هما الاثنين زي بعض. طب هنا بقى في واحد يتوصف ازاي؟ في طريقتين للتوصيف، هي الفولت امبير مرتبطه بالكرنت، يعني مرتبطه بالسيرمال كابابيلتي للترانسفورمر ده، صح؟ وعلى حسب الكولينج، يعني انت ممكن تلاقي، يعني معلومه جنريه، انت ممكن تلاقي ترانسفورمر هو نفس الترانسفورمر يقول لك الريتنج بتاعه 800 كيلو فولت امبير وميجا 1.2 ميجا، هو نفس الترانسفورمر، الفرق الكولينج بتاعه. ممكن يبقى في الاول ناتشورال كولينج هواء بس، ممكن يبقى اللي بعديها فورس كولينج، وبعد ممكن اللي بعديها تبقى فورس كولينج، يبقى على حسب الطريقه. يعني الشاهد يعني من القصه دي ان انا عندي بتبقى مرتبطه بالسيرمال كابابيلتي بتاعتها اللي هي مرتبطه بالكرنت طبعا. فالناس بتوصف ترانسفورمر زي ده ازاي؟ يقول لك انا هجيب الاكبر، يبقى انا هجيب الترانسفورمر توصيفه على مين؟ على الفولت امبير بتاع السكند اللي هو الاكبر بالنسبه لي. يا اما حد تاني يقول لك لا انا كده مش اوبتمايز، ممكن يكون اكبر بكتير، انا هجيب الافرج، لان هو في الاخر السكندري سايد هيسخن البرايمري سايد لانهم في نفس الكونتينر. فيبقى انا هجيب ما دام هو في الاخر سيرمال كابابيلتي بتاعته، انا بجيب الافرج الفيك ليهم، يبقى في فولت امبير للبرايمري زائد الفولت امبير للسكندري على كده. الدكتور مش بيعرف الفرق بين المايس والبايس، يعني اعرف هو بس بتاع البايس ترانسفورمر الفولت امبير بتاعه بيساوي فولت امبير برايمري، عشان نتفق عليها بقى هنقسمها فولت امبير برايمري زائد السكندري على 2. عايزك بقى انت تحسب الترانسفورمر فولت امبير افريج اللي هو البرايمري زائد السكندري على 2 فور هاف ويف ان كنترول ريكتيفاير ويز ريزيستيف لود. اختار دايره اللي هي دايره الريزيستيف لود واحسب لها كده، هتشوف ايه يطلع شكلها عامل ازاي. Thank you.
انتوا معاكوا الشيت طبعا نزل لكم الشيت هتلاقي في ورقه منه كده اللي هي ورقه ويف فورم كانت نازله فيها 3 فيز ولا لا عشان مش فاهم طب ماشي انا هبعت لكم ورقه ويف فورم زي اللي معاكوا كده 3 فيز تجيبها بقى معاك ان شاء الله من المحاضره الجايه عشان هتبتدي 3 فيز من المحاضره ماشي لازم تلحق ترسم وراي لازم يكون عندك السكتش اوريدي بتاع السي فيز وايه الفورم بتاعك عشان ترسم عليه فانت تبقى جايب معاك كل محاضره ده لمصلحتك جزء السي فيز وانا بقول الكلام دوت كل سنه جزء السي فيز ده اكتر جزء مضمون في الماده بتاعتك بيبقى عليه درجه كبيره في الامتحان جزء سهل جدا بس محتاج ان انت تبقى منظم في المحاضره وانت بتكتب ترسم وايه الفورم درجاته معظمها تبقى على الويب فورم بس تمام هو سهل جدا وتجيب معاك يعني زي ما قلت لك تجيب كذا ورقه علشان حاجتين ممكن اطلب منك الورقه دي في اخر المحاضره الحاجه الثانيه برضو تجيب معاك الوان كتير عشان بتبقى في كذا رسمه ساعات على نفس الويف فورم بتبقى محتاجه الوان اوكي هل في الامتحان ثانيه واحده الامتحان بجيب لك الويف بجيب لك الورقه دي برضه سواء سنجل فيز او سنجل فيز يجي لك ورقة الويف فورم ترسم عليه هل مسموح في الامتحان؟ اه جاوب اي لون في الامتحان اي لون في الامتحان ما عدا اللون الاحمر بس اي لون سواء كتابة سواء ويف فورم اكتب اللي انت عايز تكتب بيه يبقى واضح بس ما تكتبش بالقلم الاحمر طيب خليك معايا بقى غالبا الميد ترم هيبقى على السنجل فيز والسنجل فيز الجزء بقى اللي هنبتدي فيه دلوقتي اللي هو السنجل فيز فول ويف ان كنترول ريكتفاير السنجل فيز فول ويف ان كنترول ريكتفاير ده الفضل سيكشن يكون بالنسبه لي اللي انا ابتديت احكي على نوع من الدوائر هنبتدي الاول دايما من نوع اللي هي السنتر تيرم ترانسفورمر ريكتفاير بس قبل ما نبتدي فيها احنا دلوقتي زي ما قلنا ان انا عندي بعد ما عملت البرفورمانس الدوائر بتاعتي ظهر لي فيها ايه؟ ظهر لي حاجتين اول حاجه انا عندي في دوائر ان كنترول الحاجه الثانيه ان انا عندي في مشكله في الريتم اللي موجوده في الدايره سواء انا هسدد لها ريتم فاكتور فورم فاكتور سواء انا هسدد لها ابسولوت فاليو للريتم تمام سواء ان انا باي سنس شفت الليفل قد ايه فانت دوائر الماضي ويف معظمها دوائر الماضي ويف تمام هيبقى الليفل فيها كابسولوت فاليو الماكسيموم ناقص الليفل اللي هو زين صح الكونتينيوتي بتاعك كان او الفولت الهاف سايكل بس فعند الليفل هنا معتبر باي ديفينيشن عندي معتبر عالي قوي كابسولوت فاليو عالي كفورم فاكتور كليفل فاكتور فانا عايز احسن اللي بشوية عايز احسن اللي دي من ناحية ابسولوت فاليو اللي هو اكبر او من ناحية الكونتينيوتي بتاعت السيجنال فبدل ما تبقى هاف ويف بس لا عايز انا بقى كل السايكل فابتدينا ناخد اول دايرة عندنا في دوائر السنتر تيرم في ناس بتعتبر او في ريفرنس بتعتبر اللي كانت قليلة ان دايرة السنتر تيرم من دوائر الهاف ويف بس يعني التسمية او على حد ما اعتقد انها مش صح قوي طيب هو ايه السنتر تاب ترانسفورمر الكفايه دوت هو عباره عن ترانسفورمر هو ترانسفورمر 1 ترانسفورمر بصفة عامة احنا
كنا بنتعامل معاه ازاي؟ الترانسفورمر المعلومات يعني انت عارفها اللي احنا لسه قايلها من شويه. ان انا العلاقه ما بين الفي برايمر والفي سكندري او الفي واحد وفي اثنين وتقدر تسميها ايه؟ يبقى في برايمر على في سكندري بتساوي ان واحد او ان برايمر على ان سكندري صح؟ والعلاقه ما بين الاي برايمر والاي سكندري اي سي زي ما قلنا بيساوي ان اس على ان بي. دي العلاقه كابسولوت فاليو او كار اس فاليو صح؟ طيب الدايركشن بقى البولات بتاعت الفولتج والدايركشن بتاع الكلام. فانا لما بحط طريقه اللف بتاعت الواي ان بي هي اللي بتحدد لي العلاقه ما بين الاثنين في الفيز شيفت ما بينهم. فانا عندي الفولتج بتاع البرايمري هو ده الصبلاي. طريقه اللف بتقول لك ان الدوت بتاخد نفس الاشاره. فانا لو عندي الصبلاي بتاعي فرض ان البولات بتاعته بالمنظر ده بوست نيجاتيف يبقى السكندري الدوت بتاعه نفس الاشاره. يبقى انت لما تقول في 2 او في سكندري هي كماجنيتيود كده وكبولاريتي بالمنظر ده. اوكي؟ الكرنت بقى الكرنت عشان تفتكرها دايما الكرنت بيبقى نتيجه اللود. ان انا عندي في لود في السكندري بيسحب كرنت. فالبوستيف دايركشن انا افترضت ان ده البوستيف دايركشن للكرنت. السكندري سايد يبقى البوستيف دايركشن للبرايمري في الاتجاه ده. يبقى كانك في البرايمري داخل على اللود وفي السكندري خارج من اللود. تمام؟ عشان دايما تفتكرها افتكرها بالكونسيبت ده. هي جت كده اصلا. ان انا اللود عندي بيسحب كرنت بالمنظر دوت والسبلاي بينجكت كرنت. فده الاتجاه البوستيف. لو انا قلت لك لا ده الكرنت هنا عكس يبقى الكرنت هنا هيبقى هو كمان عكس الريفليكشن ما بينهم بس. او هقول ان الكرنت ده بيساوي سالب الكرنت. فانا عندي السبلاي بتاعي لو انا افترضت ان هو بالمنظر ده هادي الفي برايمري وانا عندي هنا في سكندري 1 وده في سكندري 2. العلاقه ما بينهم ما بين البرايمري ان في سكندري 1 على الفي برايمري بتساوي في سكندري 2 على الفي برايمري بتساوي ام سكندري على ان برايمري. تمام؟ عادة في الابلكيشن بتاعنا احنا بنفترض ان هو واحد لان هو دايما بيستخدم واحد. ممكن تبقى مش واحد ممكن بس ما دام انا ما جبتش سيره او ان انا عايز اعمل انا بس هفترض انها واحد وفي الاخر دي مجرد تيرمز ريشيو مش هتفرق معايا ايه في طريقه الاناليسيس. طيب شكل الفولتج بقى هنا ايه؟ انا افترضت ان ده بوزيتيف نيجاتيف يبقى الكويل ده هنا ايه؟ بوزيتيف هنا بوزيتيف نيجاتيف. لو انا خدت الريفرنس بتاعي المنظر ده وركبت دايت كده طبعا انت هتلاقي في المحاضرات او هتلاقي في السلايدز اللود بتاعي ريزيستيف لود. تمام؟ فانا ممكن اخليها لا خلينا احسن في الايه؟ ريزيستيف لود وبعد كده نبقى نكررها ايه؟ بداية عشان بس الناس ما تفهمش. طيب لو انا عايز اشوف اعمل اناليسيس للدايره دي خلاص انسى البرايمري دلوقتي انت عندك في سبلاي دايره متركب فيها لايت بالمنظر دوت. تمام؟ وانا عايز اشوف اللود بتاعي دوت او شكل الاناليسيس بتاع الدايره دي هتعمل ازاي؟ فانا دايما ببص زي ما قلنا ان انا عندي لايت. فانا لو سميت ده واحد وده اثنين عايز اشوف لايت واحد ولايت اثنين هيشتغلوا امتى؟ لايت واحد ولايت اثنين هيشتغلوا امتى؟ يبقى في البدايه هعمل ايه؟ افترض ان الدايره نورمالي اوف اشوف الفي ال بتاع الدايت واحد والفي كاسل بتاعها بالنسبه لريفرنس معين واجيب الفي ال والفي كاسل للدايت رقم اثنين بالنسبه لنفس الريفرنس واشوف مين اللي هيشتغل في كل لحظه دي. صح؟ في ال الدايت رقم واحد بالنسبه للريفرنس ده هيساوي ايه؟ في اس واحد. طيب هي فين في اس واحد؟ افترض ان في اس واحد بالمظهر ان فيز لو انا قلت في برايمري نفس الكلام يبقى هي ان فيز ويز في برايمري ده في اس واحد يبقى ده نشاور عليه ان ده في اس واحد في الوقت نفسه في اوت واحد في كاسل واحد بالنسبه لنفس الريفرنس بتساوي
تيجي يبقى في دي كده مسويها ان الكاس الواحد تمام بتساوي ايه؟ ممكن ما يكونش ايه؟ كيفيز السابع برضه هو في فيش شيفت ما بينهم بس انا يهمني في الاخر ان هو الفيش شيفت بيبقى ما بينهم طبعا على حسب البارامترز بتاعت الترانسفورمر دوت وانتوا اكيد درستوها الفولتج ريجوليشن دايما كان بيبقى في فيش شيفت ما بينهم بقيمه معينه على حسب الريزيستنس بتاعت البرايمري ريزيستنس لو في حاله الايدل لا الاثنين ان فيز في حاله ان هم مش ايدل لا في فولتج دروب في الدايره بيعتمد على الريزيستنس بتاعها. طيب ده رقم 2 ال V anode بتاعته تساوي بالنسبه للريفرنس تساوي ايه؟ سالب S2 يعني ها؟ يبقى ليه اشتغل عليها سالب S2 تمام او V anode 2 وال V cathode بتاعته هو نفسه دي كاسود 1 دي نفس النقطة تمام فدي من الدفايسز اللي بنسميها كومن كاسود كومن كاسود. طيب يبقى انا هنا هبص على السايكل بتاعته واشوف مين اللي اولا هو يشتغل صح ان دي انا بتاعته اكبر من دي كاسود فانت هتلاقي تبص لقاعد سايكل ايه؟ دي انا واحد اكبر من دي كاسود فهو انا اشتغل الثاني في عمل اثنين اكبر من الدين اسمه في حوار الشعب. الحاله دي في حاله ان هما الاثنين ما حصلش تعارض بينهم. طيب سؤال لو هما الاثنين في تعارض ينفع هما الاثنين يشتغلوا مع بعض؟ سؤال هنا يديها فترات التشغيل بمجرد ما حصل كده ينفصل عن بعض وانا حصلت الاولاني وانا حصلت الثاني. هو اللي هيشتغل
صح؟ وانس اللي هو اشتغل المرض كان شكله عامل ازاي؟ نفس الكلام يساوي البوب الابلايد عليه اللي هو النيجاتيف دلوقتي ده على الاول هيطلع المنظر ده يبقى ده نسميه في اول واحد نسبتها للغير واحد ده الاي اول اثنين نسبتها للغير اثنين. اوكي نعم ضد ايه؟ تبقى هنا؟ لا هو ده النورمال النورمال الواي هو بيجي 2 واي انا دايما بظبطه لو انا عملتها مش هطلع لي الاوبريشن مش هطلع لي الاوبريشن ده يعني ممكن كده اه طبعا هما غالبا هما الاثنين يعني لما تشوف الترانسفورمر ده في الواقع في لا لو في في الفاسيلتي ديت بيبقوا على اربع اسلاك ده سكين وده سكين وانا بوصلهم بالطريقه اللي انا عايزها بس دايما الشائع لو انت اشتريت اي ترانسفورمر ممكن لو عديت في المعمل في وقت اقوله لك وانت هتشوفها في تجربه المعمل الاسبوع الجاي ان شاء الله يبقى عندك الترانسفورمر ده مثلا 12 0 12 فدايما ده 0 بتاعي ما ينفعش هما الاثنين اوت اوف فيس ده. طيب لو انا بصيت ان انا عايز ارسم ده ايه الوي فورم ده دايره هو الاي اوت هو بالنسبه لي ايه هو الكلام الاساسي اللي انا محتاج اعرفه عشان اعمل ريفليكشن لبقيه الوي فورم هي ايه بقيه الوي فورم قلنا اي اوت اي ديفايسز اي سبلاي صح وفي اوت وفي بس لو انا بصيت على الاي اوت فاي اوت 1 اللي انا كاتبه ده هو ده مين هو ده اي دايد 1 هو اي سكندري 1 صح واي اوت 2 هو اي دايد 2 هو اي سكندري 2 في الاتجاه ده كان بالنسبة للاي بتاع الاي سبلاي جبت الاي سبلاي هنجيب بقى كمان شويه بس الايه الاي باي بس خلينا بس الاي سكندري دلوقتي يبقى ده الكلام الفولت في اوت في الفترة الأولانية لما الطيب رقم واحد شغال يبقى الفي اوت بتساوي ايه؟ ها؟ بتساوي في اس 1 يبقى الفي اوت هي نفسها هي اس 1 لما يكون الطيب اللي شغال بتبقى في اوت بتساوي سالب في اس 2 تمام؟ ده شكل الفي اوت لو انا حبيت احسب المعطى يعني في افرج تساوي ايه؟ ها؟ تكامل نسبة 2 في اس ساين ثيتا بالنسبة لثيتا حدود التكامل تبقى ايه؟ من 0 لبار صح؟ واقسم على بار يا اما هي الافرج زي ما قلنا هي الاري اندر كيرف يا اما هجيب تكامل واحد واضرب في اثنين كاني جايب ده لوحده واضربه في اثنين يا اما انا البريوديكال تايم بتاعي بقى النص اصلا مش هي بريوديكال بتتكرر كل هاف سايكل فانا قسمت على واحد على باي مش هتفرق يعني هبقى النص مع مين هفهم ان احنا بنطلع اثنين بس اثنين دي اس ار تمام الاي دي يبقى نفس الكلام يساوي دي اي طيب لو جيت رسمت الفي اوت كاسم لواحد منهم لو جيت رسمت الفي اوت كاسم لواحد منهم في اوت كاسم لواحد في الهاف سايكل الاولانيه بزيرو طيب في اوت كاسم في الهاف سايكل الثانيه لواحد يبقى نبص عليه ادي واحد والضرب ده شغال ال V أنود بتاعه بتساوي ايه؟ V S1 صح؟ وال V كاسود بتاعته سالب V S2 صح؟ يبقى V أنود سالب V كاسود هتساوي ايه؟ هما الاثنين كمان بتود قد بعض يبقى هتساوي 2 V S ها؟ واحد اوكي
يبقى البيك انفرس فولتج هنا بيساوي ايه؟ 2 يساوي 2 بيس. تمام، فده شكل الويف فورم بتاعتنا. طيب البرايمري كالب، عايز احسب البرايمري كالب عشان يبقى ليها علاقه بالانالسيس كامل بتاعنا. البرايمري كالب ايه؟ البرايمري كالب ببدا السوبر بوزيشن، اشوف البرايمري كالب الريفليكشن بتاع الكالب ده لوحده والريفليكشن بتاع الكالب ده لوحده. فالاي برايمري علاقته باي برايمري، الاي سكندري وان ايه؟ هيشوف بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ اي اس 1 ماشي في الاتجاه ده، هشوف ايه؟ بص على الرسم اللي هناك، يبقى الاي برايمري 1 هيشوف الكارنت ده بوستف ولا نيجاتيف؟ بوستف. يبقى الاي برايمري معنى كده ان الاي برايمري تمام في ان برايمري على ان سكندري يساوي اي اس 1 اي سي، صح؟ ده الترم الاولاني السوبر بوزيشن، الاي برايمر ريشيو على يساوي الاي اس 1 بوستف بس الاس كومبوننت بتاعته بس. طيب نبص على الكارنت التاني، الكارنت التاني نشوفه بوستف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف، سالب اي اس 2 اي سي كومبوننت بس. طيب علشان ارسم الكارنت ده ارسمه ازاي؟ يبقى انا محتاج اجيب الاي سي كومبوننت بتاعت السكند كارنت 1 اللي هو ده، واجيب الاي سي كومبوننت للسكند كارنت اللي هو دوت، وايه؟ واطرحهم من بعض. طيب هو الاي اس 1، الاي اس 1 بيساوي ايه؟ اي اس 1 دي سي زائد اي اس 1 دي سي، صح؟ واي اس 2 بيساوي اي اس 2 دي سي زائد اي اس 2 اي سي، مظبوط؟ ايه اللي هيحصل لو انا طرحت الاثنين من بعض؟ اي اس 1 سالب اي اس 2 لو طرحتهم من بعض، يبقى اي اس 1 دي سي سالب اي اس 2 دي سي، دي بتساوي ايه؟ زيرو. الافريج بتاع ده قد الافريج بتاع ده، الدي سي كومبوننت الاولاني قد الدي سي كومبوننت الثاني، الاثنين ايه؟ سيمتريك. يبقى هيساوي ايه؟ اي اس 1 اي سي سالب اي اس 2 اي سي. نعم؟ لا بس شفت الافريج ثابت. اوكي؟ يبقى انا علشان ارسم البرايمري كارنت اللي هو بيساوي باهمال التيرمز ريشيو اي اس 1 اي سي سالب اي اس 2 اي سي، ممكن اجيبها ان انا اطرح لك التوتال كارنت اي اس 1 ده سالب اي اس، يعني انا لو جيت ارسم الاي برايمري هيبقى شكله عامل ازاي؟ اي اس 1 سالب اي اس بالمنظر ده. وده طبعا زي ما احنا ما قلنا ايه، ان البرايمري كارنت لازم يطلع لي بيور اي سي كارنت. يعني ايه بيور اي سي كارنت؟ يعني ملوش افريج، تمام؟ لانه ما ينفعش لو ظهر لك افريج يبقى الكونسبت نفسه فيه مشكله. اوكي، فيبقى هنا الاي برايمري هو نفسه كار ام اس فاليو، لو انا افترضت ان التيرز ريشيو واحد بتاعتي واحد، هو نفسه الاي اوتبوت ار ام اس، صح؟ ما الاي اوتبوت بالمنظر ده ما تفرقش ان كان بوزيتيف ولا نيجاتيف في الار ام اس بتاعتي. نكمل ايه كمان شويه.